سعيدة بالتواجد ديالي في هذه الجهة ديال عين الشق العزيزة علينا، خصوصا وأنه عندنا مستشارين اللي هما مواطنين شرفاء كيقوموا بالعمل ديالهم جد، وماذا بكم أنكم تتابعوهم حتى هما، وعلى رأسهم رفيق عادل الشهيدي اليوم بدعوة من اتحاد جمعية بلا حدود. كنحضروا لهذه الندوة حول موضوع ديال العفو. يمكن يبان في هذا الظرف هذا بأنه هذا الموضوع ثانوي، لا، أنا كنقول بأن هذا موضوع أساسي. علاش؟ لأنه بالنظر للأوضاع الدولية اللي هي كتعرف واحد التغيرات كبيرة، واللي أكبر تحدي فيها هو تحدي ديال الحرية، مزيان نتكلموا على العفو. ثم أن المغرب اليوم كيترأس المجلس يعني ديال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية عندها تبعات. المغرب عنده التزامات وخصو يبين، ماشي غير يحسن الصورة ديالو، ولكن ياخذ مبادرات اللي هي قوية باتجاه إحقاق الحقوق، الدفاع عن الحقوق وعن الحريات، وباتجاه الإنهاء مع الظاهرة ديال الاعتقال السياسي. هنا بغينا نفهموا شنو هو الفرق ما بين يعني العفو اللي بحال في الدستور المغربي في المادة 58 كيتكلم بأن هذا حق ديال الملك، الملك هو الذي يمارس الحق ديال العفو، فوقاش كيفاش يعني بالنظر لظروف يا إما إنسانية أو سياسية أو اجتماعية، ويمكن يهم شخص أو مجموعة ديال الأشخاص، ولكن هاد الناس ملي كيتم تقليص من الزمن ديال العقوبة ديالهم، راه السجل العدلي ديالهم كتبقى مكتوبة فيه الجريمة. حنا كنتكلموا أيضا على العفو العام أو الشامل، واللي بصدده حنا كحزب شراكي موحد قدمنا مشروع قانون، لأن هذا كيتمارس مشروع قانون أو مرسوم. هذا العفو الشامل ماذا يعني؟ أنه كيتم على أساسه يعني العفو على الناس، وكيتمحى لهم داك السجل العدلي، بحال عمر هذيك الجريمه. هادشي كيدار بخصوص يعني معارضين سياسيين مثلا، واحد المجموعه، او بخصوص صحفيين او كذا، كتكون مجموعه اللي كتم هادشي. مازال ما عندناش حنا هذا في المغرب كيمارسوا البرلمان، اذا حنا عندنا غير العفو. علاش اليوم كنقول بانه هذه المساله عندها ابعاد كثيره، ابعاد كثيره. اللي طلبوا مني الاخوه هو انه نتكلموا على الابعاد الحقوقيه والابعاد السياسيه. انا كنقول اليوم بالنظر للتحديات اللي هي امامنا، احنا بحاجه الى تصفيه الاجواء داخل بلادنا، نحن بحاجه الى اعاده بناء الثقه، نبني الثقه بين المواطنين والمواطنات وهذا المجتمع وهذه الدوله. لانه كتشوف حتى العزوف السياسي، كتشوف بزاف الحوايج، كتشوف فساد، الناس كيسمعوا 40 برلماني في الحبس، داكشي يعني كيقول لك اش كاين، كيشوفوا الغلائر. ولهذا نحن بحاجه الى اعاده بناء الثقه، باش يمكن لنا نوفروا الشروط ديال تعاقد مجتمعي جديد. هاد الشروط ما يمكن تبنى الا على مصالحه، والهدف اللي كنعرفوا من العفو هو التقرب من المصالحه. حنا اللي بغينا اليوم هو انه المغرب يمشي باتجاه العفو، باتجاه احقاق الحقوق، باتجاه مصالحه حقيقيه، وليس فقط تلميع الصوره، لانه اليوم كيترأس المجلس ديال حقوق الانسان على مستوى لدى الامم المتحده. بغينا ان هذا الشيء ماشي يكون غير يعني غير اشارات طفيفه. ملي شفنا العفو على يعني الصحفيين عمر رضي وغيرهم، ويعني وبعض المثقفين وهذا، قلنا ربما هذه مبادره يجب ان نتابعها، يمكن ستتليها امور اخرى، علما بانه في الوقت اللي كان تم الاعلان على العفو الملكي، كنا كننتظروا بانه سيشمل الشباب ديال الحراك الشعبي ديال الريف، لان ما يمكنش وجميع ونهيو مع ظاهره الاعتقال السياسي. المغرب ماشي محتاج يلمع الصوره ديالو، المغرب محتاج الى اصلاحات عميقه باش يدخل برجليه بجوج في بناء دوله الحق والقانون، الدوله الديمقراطيه. لاننا حنا كنعرفوا العفو فوقاش كيدار اعياد وكذا، كدار لوائح وكذا، هاد اللوائح كتقدم للملك ديال البلاد، كاين اللي كيقولوا له واش بغيتي تخرج في العيد الصغير ولا العيد الكبير، كل حاجه عندها تعريف، هادشي راه فيه رشوه فيه الفساد. اذا حنا ما خصناش هادشي، هذا هو العفو اللي بغينا. حنا بغينا عفو حقيقي اللي غادي يعزز الحقوق والحريات في بلادنا، اللي غادي يجعلنا قادرين باش نديروا قطائع مع بعض الممارسات، ويجعلنا قادرين معاه نديروا خطه وطنيه شامله لمحاربه الفساد، باش يمكن لنا نبنيو دوله الحق والقانون، الدوله الديمقراطيه اللي غادي تحمى فيها جميع الحقوق، اللي نكونوا فيها كاملين متساوون امام القضاء. اذا مساله العفو راه في صلب بناء الدوله الديمقراطيه، في صلب بناء دوله الحق والقانون، في صلب انصاف المغاربه، لان كاين هناك ظلم، باش يمكننا غدا بالفعل يكون عندنا قضاء نزيه ومستقل، واننا نحلموا بمحاكمه عادله. وبمناسبه غادي يحضر معنا النقيب السيد عبد الرحيم الجمعي اللي كتب واحد الكتاب مهم حول المحاكمه العادله، مزيان
انه المغاربه يطلعوا عليه. وشكرا لك. واجراءات ينصوا عليها القانون باش ما يبقاش تعذيب داخل السجون، ما تبقاش المعاملات المشينه. هما الاخوان كيقول لك العفو يمكن لك تطلبوه يمكن لك ما تطلبوش، لا هما تيصيفطوا لك الناس كيقول لك طلبوا ولا ما غاتقولش. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وعندما فتح مكه نزل على فرسه وركب على بغل.